يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسة ولقاء تفاعلي مع الجمعيات الغير الحكومية اليوم حول عمل وما قامت به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار نقولوا احتفاء أولا بعد تأسيسها الاحتفاء بالمصادقة بعد 10 سنوات مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري وثالث حاجة هو الاحتفاء بالذكرى 20 لهيئة الإنصاف والمصالحة. نعرف بأنه هذا المصادقة على البروتوكول كانت أحدى أهم التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة. المغرب صادق وأحدث الآلية الوطنية وقامت هذه الآلية لمدة أكثر حوالي 5 سنوات بعمل جاد سيتم تقديمه اليوم للجمعيات الغير الحكومية. كنا قد عقدنا قبل هذا اللقاء لقاءات مع الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي وإدارة المندوبية العامة لإدارة السجون في إطار تفاعلنا حول تطوير عملنا ومسار تنفيذ توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. اليوم نحتفل بشكل حمومي علني لعمل هذه الآلية. سيتواصل هذا الاحتفاء كذلك بالآليات الأخرى، الآلية الوطنية لانتصاف الأطفال والآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.